نشعر بأن نحتاج النظام الأساسي هذا يقصينا كذلك مرة أخرى من الترقي أو من حقنا في الترقي إلى خارج السلم بموجب اتفاق 26 أبريل 2011 والذي استفادت منه عدة قطاعات إلا التعليم. لا أقول الشغيلة التعليمية ولكن أقول الأطر التعليمية، لأن كلمة شغيلة أنا لا أحبتها ولا أحب نعت الأطر التعليمية بالشغيلة التعليمية. إحنا بقينا تنقولوا الشغيلة التعليمية حتى الملف ديالنا تحل على وزير التشغيل، وهذا ما نرفضه. إذا نحن نرفض الاتفاق ديال 24 يناير 2023، لأن كان هو الأرضية ديال الإقصاء ديالنا، وكان هو الأرضية ديال إنتاج هذا النظام الأساسي اللي كيسميوه أطر تعليمية كله بنظام المآسي. وهذا النظام هذا قصنا نحن من خارج السلم الذي استفادت منه قطاعات أخرى كالصحة والعدل والمالية إلى آخره، ولكن أقصينا منه كأطر تعليمية لا أعلم لماذا، سوى لأن الحكومة والقطاع ديال وزارة التربية الوطنية لهم خلفيات لا نعلمها، ولكن هذا الحيف وهذا الظلم هذا لا نرضى به، ونريد ترقيتنا بالأثرين الرجعي المالي والإداري إلى خارج السلم إسوة بالقطاعات الأخرى التي استفادت بموجب الاتفاق 26 أبريل 2011.